فتحي مبروك، لو انت لسه المدير الفني للنادي الاهلي هتبدا بمين؟ عبد الله السعيد ولا بصلاح جمعه؟ لا انا ابتدي بعبد الله السعيد، انا واقعي جدا في الحته دي. ان عبد الله السعيد، عبد الله السعيد من اللعيبه الممتازه، عبد الله السعيد ليه رؤيه كويسه جدا جدا في الملعب، عبد الله السعيد من الناس الهدافه للنادي الاهلي، بيسجل كتير جدا. عبد الله بيقدر يظبط ايقاع، يعني برضه بيظبط ايقاع النادي الاهلي، النادي الاهلي لو مستحوذ عبد الله بيقدر يشتغل كويس جدا جدا، النادي الاهلي لو محتاج ان هو يبتدي يضغط ويلعب كور طويله، وعبد الله عنده رؤيه كويسه جدا جدا في هذه الامور. طبعا صالح جمعه من النوع اللعيبه اللي بتنزل برضه بتغير اداء النادي الاهلي، لانه لعيب كويس، لعيب مهاري، لعيب عنده دوافع، وخصوصا في الفتره الاخيره عنده دوافع كويسه جدا جدا بعكس بدايه الموسم. صحيح. طيب عايزين نتكلم عن ازمه الدفاع في النادي الاهلي طبعا اللي ظهرت قوي بعد رحيل احمد حجازي لويست بروميتش ألبيون، شايف حلها ازاي؟ لا وحلها والله الامور كلها الحمد لله، يعني في سعد سمير، في رامي، في محمد نجيب، في استغلال احمد فتحي ايضا كسوبر، يعني مفيش مشكله، ولكن النادي الاهلي فعلا محتاج تدعيم لهذا المركز. يعني شايف ان النادي الاهلي فعلا، شايف ايه الاسامي اللي اتطرحت كانت مناسبه للنادي الاهلي؟ يعني دويدار مثلا الصفقه طبعا ما تمتش، بس شايف ان دي كانت صفقه مناسبه للنادي الاهلي في الوقت الحالي؟ وبصي هي، بصي اولا واخيرا لو اي حد يتكلم في هذه الاراء، الراي الاول والاخير للكابتن حسام البدر اكيد، يعني الواحد يحترم دائما قرارات المدير الفني، لان هو اللي حاسس، هو اللي عنده النهارده رؤيه اي لعيب السوبر النهارده يجي النادي الاهلي. المقاومات النهارده الفنيه والسلوكيه وكل شيء لازم النهارده يكون الكابتن حسام هو اللي دارسها كويس جدا. صحيح. في اسامي كتير بتطرح، اسامي كتير بتطرح، ولكن المدير الفني له حريه الاختيار، لان انت عارف انا لا انا بتكلم من خبره حضرتك، يعني شايف مين الانسب للنادي الاهلي دلوقتي؟ ما اقدرش اقول اسم. ما اقدرش اقول اسم. يعني ما فيش مدافع جوه الدوري المصري يعني لفت انتباهك وقلت ياه لو ده كان موجود جوه النادي الاهلي كان حل ازمه جوه النادي الاهلي؟ لو في النادي الاهلي بيحل ازمه، لو خارج النادي الاهلي دي وجهه نظر الكابتن حسام، لان زي ما قلت لي حضرتك هو عنده مقاييس فنيه ومقاييس سلوكيه لهذا اللاعب، ومقاييس ايضا اللعيب اللي جاي ده يبقى عنده طموح ان هو النهارده يبقى اساسي ولا يقعد احتياطي، لا يبقى اللعيب اللي هيجي يبقى على مستوى يبقى زيه زي اللي موجودين او احسن من اللي موجودين. دي مقاييس المدير الفني الكابتن حسام هو اللي بيحطها في اعتباراته. ما اقدرش ارشح حد، لان ترشيح حد برضه بي كلام كتير حوالين هذه المواضيع يعني.